يا صباح الخير يا حبايب قلبي، رح نعمل اليوم وصفة الكاري. واضح لأنه أنا حاطة بهار الكاري المعتدل، هذا النوع اللي أستخدمه معتدل مش حار أبدا. رح أستخدم معاه توابل الدجاج، أي توابل دجاج أنت تحبيها استخدميها، ما عندك عادي تقدري تكتفي ببهارات الكاري. عندنا فلفل أسود وشوية ملح إذا احتاجت. الدجاج هنا دجاج صدور، أنا متبلاته بليمون وفلفل أسود وتوم وشوية زعتر وملح. اوكي، عندي بصل ابيض، قشطة، جبنة سايلة، ثوم، زنجبيل، فلفل رومي احمر وفلفل رومي اخضر وكزبرة وبطاطس مقلية وشوية طماطم. طبعا اكيد حناخد ملعقة زبدة. هذه هي المكونات اللي راح استخدمها اليوم. حطيت شوية زبدة وزيت زيتون وراح أحمر الدجاج. طبعا ضروري تكون النار عالية عشان الدجاج ما يخرج مويته. بعد ما تحمر عندي الدجاج راح أرفعه على جنب على نفس الزيت. راح أحط البصل وأحمره. بعد ما تحمر معاي البصل راح أضيف الثوم، راح اضيف الزنجبيل واقلبهم مع البصل. راح ارجع الدجاج، راح احط ملعقه مليانه من بهار الكاري وراح احط ملعقه مليانه من بهار الدجاج. بس هذه هي البهارات اللي هنستخدمها، وكمان الفلفل الاسود بس. بهار الكاري اللي انا هستخدمه اليوم مش حار. هقلبهم كده مع بعض دقيقة واحدة. حطيت ملعقتين كبار صلصة وراح أحمرها مع المكونات. ضروري أحمر الصلصة شوية كده على الطاوة عشان تاخد طعم لذيذ. سبتها تتحمر شوية وراح أضيف عليها موية. راح أغطيها دقيقتين بس تتسبك وأرجع لها. راح أضيف عليها علبة قشطة، 3 ملاعق جبنة سايلة وراح أحركها مظبوط. بدأت تغلي، راح أتركها دقيقتين وبعدين راح أرجع أكمل باقي المقادير. آخر مرحلة راح أضيف البطاطس المقلية والفلفل الرومي الأخضر والفلفل الرومي الأحمر والكزبرة الخضراء ورشة فلفل أسود. الكاري خلص عندي ما شاء الله، اتسبك صار فنان. طبعا ما احتاجت ولا نقطة ملح لانه اصلا بهارات الكاري اللي انا استخدمتها فيها ملح، وبهارات الدجاج برضو فيها ملح، والجبنة السائلة اللي انا حطيتها فيها ملح، فما احتاجت ولا نقطة. الادام هذا من ألذ الادامات او الكاري اللي ممكن تعمليها في البيت، سهل وسريع. بس اللهم انك تحتاج كاري معتدل في المنزل بس، وحتدميني خلاص حتصير وصفتك الرئيسية. طبعا أنا عاملة جنبها رز بالكاري، رز أبيض عادي بس حطيت عليه شوية أوراق كاري وبهارات صحيحة وفلفل حار وملح، طبعا ملعقة صغيرة زبدة.